بلش منيح بس تعركز باخره. ليه؟ دعست حاجتين بالطريق واربع شباب وبالطريق الخضرجي لانه الخضرجي شاف كل شيء قتلت الخضرجي. انا مش عشان هيك زعلان بابا. عشان شو؟ طبون. مين بدي صلحه هلا الطبون؟ بابا مش هيك ماما ماتت؟ لا ماما. ماما رجعت عليها ريفرس ودبيتها بالوادي. بابا انت كيف كان نهارك؟ بابا كتير تمام. اسمع جبت بضاعة جديدة ممتازة بكتة جاهزة للبيع. ايش هيك؟ بالصنف هداك. بدك تجرب؟ يلا شوف فيه. هلا هاد خط مش طبيعي وهاد خط من الاخر. هلا هاد خط الشباب سيبك منه مش لقلك مش لقلك. هاد خط السريع ممتاز جد ممتاز. هذا خط العيلة لا كل العيلة. ها دوق. فشو قلت؟ كلهم كلهم. وين أخوكي؟ والله أخوي له 3 أيام مش طالع من غرفته. أبصر شو بسوي. ما راح أشوفه. ماشي خلي لي إياه. ماشي سايبي. كيفك بابا؟ بابا جيت والله جابك. حبيبي عندي لك خبريه بتجنن. خبرني بابا. دخلت على اكاونت البنك المركزي. عملت جواته اكاونت وهمي. فوتني على 200 مليون اكاونت في العالم. سحبت دولار واحد من كل اكاونت. وهذول الدولار الواحد من كل اكاونت خلتهم ينطنط وينطنط 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 من اكاونت لاكاونت 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 لبالاخر كلهم يتجمعوا باكاونتك بالنمسا. شو عملت؟ شو اللي مش فاهمه؟ يعني نحن انا وانت واختي ونحن رح يصير معنا 200 مليون دولار باكاونتنا بالنمسا. انت رحت النمسا؟ بابا مش ضروري اروح. انا هاكر بفوت وين ما بدي. على البقعة اذا بدك فوت. بفوت على البقعة. لا لا ما بفوت ما بفوت. هاكر يعني بصير ما تهكل هم الموضوع انت. خلص انا بزبط الامور بجمع يا سيدي بجيب لك اياهم لحد عندك تشم ريحتهم كاش. كاش؟ تقولي هالكاش؟ تعرفني بس شوف كاش بشوف كاش. صح بابا. أشرف هديك اليوم إجاني سألني عن أمه اللي قتلناها. ما بعرف يمكن أحسن أنت تحكي معه. أشرف طيب خلص أنا هلا بتمدد لي شوي وبس يجي أحكي معه. أوكي يلا سايبي. مرحبا عمو. هلا هلا عمو. هلا عمو. وين كاين؟ بالحارة بدور لك عبنات فلطشت لك 3 بنات ربطتهم وهم تحت النخلة. فحكيت مع أهلهم فطلبت 5000 على راسي كبير. عمو عمو زعلتني منك عمو. ليش هيك عمو؟ ليش هيك؟ عمو 5000 دينار يا عمو. 3000 عمو اجي مقدور عليه. 2500 يا عمو. في حدا معاه 5000 هالايام يا عمو؟ ما اجي مضمون يا عمو حبيبي. طيب خلص هلا بيحكي مع اهله وسامعهم صوته منه بيتعذبوا. مو مستاهله. لا لا عمو ما بدناش تعذيب. اخر مره قعدنا 3 أيام نشطف دم وبعدين البنات ناس هدول. ما اجت ببالي هاي الشغله. عمو حبيبي بقولوا لي انه بدك تعرف ماما كيف ماتت. هذا الحكي الفاضي انت مش مرتاح معنا؟ اي لحظه دلع لابد منها. بابا ايوه حبيبتي
بدي اروح احرق السوبر ماركت لانه زهقانه. بدك شيء حبيبتي؟ اذا بدك تحرقي ولا بد تحرقي شيء بالحاره. الله يخليك يا حبيبتي، خلصت كل الحاره كلها يا اخي. ما بحب انا بناتي بعد ال 11 بالليل. روح بدك شيء؟ لا يسلمك. باي. حياتي باي. مع السلامه. هات توب توب ول سيجارة كلها أكبر منك. هات تاني. أي ناس يا كازو؟ ناس يا كازو؟ ناس يا كازو؟ ناس يا هاي؟ شو نسيتي هلا؟ شو نسيتي؟ أهلا كيفك أستاذ؟ بيت أشرف السعير؟ أنا أبو واحدة من البنات صراحة، جاي أدفع الفدية و... أهلا سهلا. هلا بس أشرف وين؟ يلا هو طلب غالي. شوي مش مشكلة المصاري صدقني، مش مشكلة، بس أنا بدي أشرف. ولا يهمك ولو. أهلا أشرف حبيبي. أشرف تعال حبيبي، تعال تعال أشرف. هذا أشرف. هذا أشرف. بعد إذنك بس خذ راحتك. الله يرحمه. قتلته. معلش. ولا يهمك. ياد ياد بابا تعال حبيبي تعال. بابا ايش؟ قول ايش يا بابا؟ نشوف بس. هذا اشرف. هلو. اهلا اهلا اشرف. مات. حرام. مش مشكلة هلا، انت ليش الزنخة هاي اجلتها لبكره؟ ما تضايق مش مهم هذا كله، لانه Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. جلال غير مناسب. لا عادي عادي بالعكس. اهلا وسهلا. تفضل. طب بخصوص الفدية ادفع هون ولا؟ ولو فدية عيد ميلاد بنتي. تفضل. معقول؟ هلا بناديها تاخذ كيك كمان ولا؟ بابا. حبيبي. تتناول عني لأنه خايف أتزحلق. حبيبي ولا يهمك بابا. شيل. شو بدنا نعمل فيها؟ شيل حبيبي، شيل الجثة. نشيلها؟ شيل. بابا الأمن والأمان ببلش من بيتك، لأنه غير هيك الأمور رح تكون سايبة. رح تكون إيش؟ سايبة. مين هدول اللي عم بيحكوا؟ سايبة. إيه؟ مين هدول؟ شو بيسووا هون؟ شو هي الأمور؟ سايبة. يهي علينا، خلص روحوا حبيبي. مش مروحين. خلص روحوا، بندفع لكم. ندفع لكم قديش بدكم؟ 25. خلص ماشي، هاي 25. يلا من هون. بث بياخه.